بجد التعب حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم. وفي بداية الحلقة اتكلمنا اكيد على النتيجة الكارثية لمنتخبنا الوطني المصري امام المنتخب الاثيوبي، والبداية الغير متوقعة بعد فترة هنقول فيها حققنا انجاز على الاقل بوصولنا للمباراة النهائية وزرنا بشكل جيد في كأس الامم الافريقية الاخيرة. اراء كتيرة جدا، ولكن يهمنا طبعا ان احنا نوصل حضراتكم للرأي الموثوق فيه، وده هيكون من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع واحد من الكباتن الكبار والنقاد الصحفيين الكبار، ايضا الناقد الرياضي والصحفي الكبير الكابتن حسن المستكاوي. بصبح على حضرتك، واكيد مشرفنا ومنورنا كالعادة في صباح اون تايم. الله يخليك، صباح الخير يا غانم، ازيك؟ صباح الخير حضرتك يا استاذ حسن، وطبعا بنتشرف بتواجد حضرتك معانا. وكالعاده يعني انا بستمتع جدا بتحليلاتك وكل الناس والصراحه اللي دايما بتكون فيها. والى اي مدى حضرتك كنت متوقع ان ده هيكون شكل منتخبنا الوطني مع كل ولايه جديده فنيه بنمني النفس ان احنا نكون افضل، ولكن للاسف نقدر نقول ان كل ولايه جديده بيكون فيها مشاكل اكبر وشكل فني يعني يقلق اكتر. طبعا لا، هو يعني مش النتيجه بس 2-0 دي مش هي اللي تضايق، اللي تضايق ان احنا كان ممكن نتغلب 6-0 بالظبط. يعني لم نكن هناك في المباراه الحقيقه. ده نتيجه منظومه متكامله الحقيقه، يعني منظومه غلط. الكوره الناس بتعرف الكوره، حتى اتحاد الكوره بتاعنا بيعرف الكوره المصريه على انها المنتخب، مش صحيح خالص خالص. بقول الكلام ده باستمرار، كرة في مصر ده مش المنتخب بس، الكرة في مصر الدوري والحكام والفار والملاعب والجمهور والمدربين ورخص المدربين وقيد اللاعبين ووكلاء اللاعبين والاحتراف والشركات ونزاهة التحكيم وكل حاجة. الكرة في مصر طبعا دور مهم جدا للإعلام كمان، الحقيقة كل ده لازم يتعالج، كل ده لازم يتعالج من بدري ويتعمل المشروع صحيح وحقيقي للكرة في مصر. أنا بس مش عايز أحكي تجارب كتيرة، لكن حول العناوين شوفوا تجربة بلجيكا، شوفوا تجربة ألمانيا لما حصل هزايم كبيرة للمنتخبات، تجربة الإنجليز، تجربة أسبانيا، تجربة المنتخب القطري بمنتهى البساطة كمان، يعني اللي بيستعد لكأس العالم عملوا إيه عشان يعني ياخدوا كاس اسيا 2019. حاجات كثيره جدا، وانا بستغرب الحقيقه، مش معقول ابدا البطء الشديد جدا اللي احنا دايما فيه، والصدمات اللي احنا عمالين ناخدها، ومش عارفين نعمل تطوير، وطريقه انتخاب اتحاد الكوره ونظام المسابقات وشكل المسابقات والدوري الممتاز والاساتذه اللي قرروا فجاه ان هم يرفضوا البلاي اوف الدوري اللي كان مقترح عشان نختصر الاسابيع ل 26، وقرروا ان الدوري يبقى زي ما هو 34. وانا الحقيقه يعني بايد نظام الدوري الواحد اللي هو 18 فريق، انما كان ده موسم لازم رؤساء الانديه او لازم الانديه تتعاون وتقرر ان فعلا ده موسم يخلينا نختصر الاسابيع ل 26. اللي عمل ده هو اللي بيشكي دلوقتي من الجهاد ومن الحاجات اللي احنا بنسمعها كل يوم. عايز اقول بس يعني الحقيقه احنا في منظومه كل واحد مش بيشتغل مع التاني، وكل واحد مش بيحب التاني بصراحه بقى، وكل واحد بيعرقل التاني، وكل واحد فاهم ان هو الاول والتاني ده اخير. ده مش صحيح، الناس بتشتغل مع بعضها. احنا الناس اللي بتشتغل في الكوره مش بتشتغل مع بعضها، مش همهم مصلحة اللعبة. مصلحة اللعبة دي حاجة كلمة صغيرة قوي، لكن هي الدائرة بتاعتها واسعة جدا. وبعدين بقى التطوير والتطوير العلمي والمشروع الحقيقي ومخاطبة الناس بالحقيقة يعني هي إيهاب جلال يطلع يقول أصل الغيابات سبب التهزيق اللي احنا خدناه. لا طبعا، غيابات ايه؟ ده بيفكرني بالصفر الشريف اللي احنا خدناه في صفر المونديال، لما طلعنا قلنا لا ده احنا عشان شرفاء ما رضيناش نعمل رشاوي وناخد كاس العالم. لا مش صحيح، انت ما كنتش موجود اصلا في فيفا عشان تاخد كاس العالم، فتعللنا بان احنا كان يعني الصفر بتاعنا كان شريف. ايه الكلام اللي المبررات الساذجه دي اللي بنخاطب بيها الناس؟ لا لا لا، ما حدش بيشتغل للاسف، للاسف يعني.
كله ما بيشتغلش وكله مش بيشتغل مع بعض، ودي بقى اساس المشكله. وعارف كمان يا كابتن حسن، طبعا انا اتكلمت مع حضرتك في امور كتيره، سواء واحنا وحضرتك يعني متواجد معانا كضيف او حتى خارج الاطار اللي ظاهر للجماهير. اتكلمنا كمان لما عينوا الكابتن ايهاب جلال ما كنا شفناش استناد او تفنيد لماذا تم اختيار الكابتن ايهاب جلال، دي هحطها على جنب. عمري ما شفت اتحاد كره قدم مصري تولى ولايه وبيبقى معروف ان هم يقعدوا عدد من السنوات اعلن عن مشروع. بمناسبه ذكر المنتخب الالماني والبلجيكي دايما بيكون في مشروع، ما شفناش مثلا ده الجيل اللي هيتم تصعيده مثلا كمنتخب اولمبي عشان يحصل على كاس الامم سنه كذا، فما بنشوفش دايما النقاط دي الحقيقه بيتم الاستخفاف بعقول الجماهير بطريقه صعبه جدا. طب هقول لك حاجه، اولا ايهاب جلال من احسن المدربين في مصر. انا يعني واضحه انتوا فاهمين ان احنا خسرنا قدام اثيوبيا عشان خاطر ايهاب جلال وحش؟ لا طب عشان لا كل طبعًا. حاجه وحشه هو يتحمل المسؤوليه، هو يتحمل المسؤوليه طبعا، ما قدرش المباراه صح، كل ده هو جزء من المسؤوليه. لكن اللعيبه جزء من المسؤوليه، اتحاد الكره جزء من المسؤوليه، الانديه جزء من المسؤوليه، كل العناصر بتاعت اللعبه جزء من المسؤوليه، كل انديه، كل واحد، كل رئيس نادي وكل نادي يهمه مصلحته بس، مصلحه ناديه وبيزايد على جمهوره، دول سبب الكارثه في الكره في مصر. مش ايهاب جلال بس، الكارثه اللي احنا فيها سببها الجميع ولا استثني احد. وبعدين بقى لو نقول الجميع، الناس كلها عارفه مين ومين 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 ومين، كل ده لازم يتصلح والنظام لازم يتصلح، لان هنفضل في الدوامه دي. حضرتك بتقوله ده اصعب حاجه، كيف يتم الاصلاح؟ اصعب حاجه ايه بس؟ اصعب حاجه ايه؟ اصعب حاجه إيه؟ عشان ما مش عايزين نشتغل. ما هو انت عشان تعمل مشروع لازم تتعب، لازم تبقى في اتحاد الكوره حضرتك شغلتك الكوره في مصر. مش حضرتك عندك معرض عربيات وبعدين بتروح اتحاد الكوره ستار تايم، انا مش بتكلم عن معرض عربيات بالتحديد. ايوه لكن اللي بيشتغل في الكوره لازم يبقى فاضي. طب ممكن اسال حضرتك سؤال في الجزئيه دي تحديدا، هل حضرتك من مؤيدي ان من يرأس اتحاد كره القدم المصري يكون زي ما بالبلدي بقى بيقولوا في الشارع لابس شورت وفانيلا، يعني يكون الاعضاء بالكامل؟ لابس شورت وفانيلا ايه يا عم النبي؟ سيبك من حكايه شورت وفانيلا، انا بسال حضرتك الخبراء. انا عشان ما هو انا بص يا استاذ حسن، انا عشان يبقى عندي حد بيدير الاتحاد المصري لكره القدم لازم يكون عنده من الحنكه والخبره اداريا وعلميا وكل اللي حضرتك قلته عشان يمشي المنظومه كامله صح. ازاي اوصل للعناصر اللي عندها الخبرات دي؟ لان في الاخر بيحصل ترشحات وبنشوف خلاص احنا مجبرين، دي قايمه ودي قايمه، فهتختار ايه؟ ده طبعا انت عندك حق، جمعيه عموميه كمان تسال على اختياراتها. يعني انا مش بستثني حد، النظام لازم كله يتغير من اول. الجمعيه العموميه اللي في سمنود واللي في المنيا واللي في كل مكان في مصر لغايه اختيار اتحاد الكوره. لكن انت بتقول لي مين؟ انا ممكن اقول لك اسامي خمس شباب عندهم 40 سنه يعني. الشباب ده اللي عنده 30 سنه بيبقى رئيس مجلس اداره اكبر شركه في امريكا، لكن هنقول ان هم صغيرين في السن شويه 40 سنه. بيفهموا، انا بقول لك بشكل مطلق بيفهموا احسن من اي حد دخل اتحاد الكوره. والخمسه الناس عارفاها، والسته والسبعه والناس عارفاهم، موجودين. موجودين. انا ما بقولش بقى نمشي العواجيز ونمشي الكبار، لا، احنا محتاجين الخبره بتاعتهم. انا عارف اثنين منهم، مش عارف الخمسه بصراحه. لا معلش، موجودين والله، موجودين. ممكن نحتاج الخبره شويه تبقى موجوده مع الشباب ده، لكن الشباب ده هيعلم الكبار يعني ايه تطوير، يعني ايه تعمل احتراف، يعني ايه تعمل قيد لاعبين، يعني ايه تعمل قايمه، يعني ايه تعمل شركه، يعني ايه تعمل رخص مدربين، يعني ايه تعمل فار، يعني ايه تعمل جمهور يتخش الملاعب. هيعلموهم والله. احنا ليه بنستكتر ان الصغير يعلم الكبير؟ ما هو ده الجيل بتاعه، ده زمنه. صح. ليه 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 دايما بنتصور ان اللي بقاله اللي عنده 70 سنه ده هو ده اللي بيفهم احسن من اي حد؟ دي مش خبرات. وبعدين عملت ايه الخبرات دي؟ احنا بقى لنا في الموالده سنين طويله جدا بالناس اللي بنوع عليها خبيره وطلعوا مش خبراء، عايزين متطورين بقى. يا جماعه بجد الكوره دي عشان نديرها لازم الناس تبقى متفرغه. طيب ممكن اسالك يا استاذ حسن، حضرتك اتكلمت عن مشاكل كتيره كلها ملموسه بالنسبه لاي حد يعني شايف المشهد بقاله كام سنه اللي فاتوا. نروق الدنيا دي ازاي؟ يعني عايزين بقى ايه، نشيل بقى المشاكل دي ونشوف ونبدا على ايه؟ على ميه بيضاء زي ما الناس بتقول. نعمل ايه؟ نبدا منين؟ مين يمشي ومين يجي؟ نعمل ايه في الدوري الملتحم؟ نعمل ايه في الماتشات اللي متلخبطه؟ نعمل ايه في الحاجات اللي بتتاجل؟ نعمل ايه ونبدا منين؟ هنبدا من بعد سنه.
لكن دلوقتي النهارده نقعد نفهم نعمل ايه ونبدا بعد سنة. عشان انا سامع وقريت كتير الناس تقول لك الغي الدوري، الغي الكاس، الغي مش عارف يا عم انت، هو ايه الكلام ده؟ مشوا وهاب، هاتوا حد مش عارف اجنبي، مش ده العلاج، مش ده العلاج. بس العلاج ان احنا نقف بجد اتحاد الكوره، اذا مش قادر لا كل اتحاد الكوره يمشي ويتم تعيين مجموعه من الخبراء الحقيقيين اللي عندهم علم وعندهم قدره على التطوير، ويقولوا احنا هنطور وهنعمل مشروع للكوره في مصر. الدوري ده لازم يمشي، واللي احنا فيه ده لازم يمشي زي ما هو، لكن احنا هنعمل مشروع ل 2024 ل 2030. هو ده الناس بتشتغل كده. الالمان اشتغل عمل مشروع 10 سنين. هو احنا احسن من الالمان؟ انا مش فاهم. يعني الالمان عندهم 10 مدربين في 100 سنه للمنتخبات، واحنا عندنا 70 مدرب في السنه الواحده. احنا بنغير المدربين زي ما بعدين، يعني نكته بصراحه. يعني يجيب مدرب النهارده خسر ماتش تمشيه بكره؟ بقول تاني، ايهاب جلال مسؤول عن المباراه واللي حصل والكارثه اللي حصلت في اشرفي، لكنه ليس المسؤول الوحيد. ده في تراكمات كتيره جدا، هو كابتن ايهاب جلال بس شال الحساب الاخير يعني. طبعا احنا نقدر، اتحاد الكوره بتاعنا يقدر يقول احنا العاب الدوري من غير الدوليين؟ يقدر؟ ما يقدرش. لا يستطيع. وبرضه ما هو الانديه دي عامله عقود احتراف مع لعيبه واجانب وبتدفع فلوس كتيره. ايه هو العلاج بتاع المشاكل دي؟ للاسف الموضوع عايز يعني مش عايز اقول مؤتمر، لان احنا زهقنا من حكايه المؤتمرات دي. عايزه ناس بتحب الرياضه وبتحب بلدها وبتحب الكوره بجد وعندها علم وعارفه تجارب العالم ايه هي، تقعد تقول تجارب العالم. كنت عايزه تسمعي حلول؟ انا مستعد اضيع البرنامج النهارده واقعد اتكلم 3 ايام على كل المشاريع اللي انا اتكلمت عليها. انا مستعد اقعد اسمع حضرتك ال3 ايام والله، دي حقيقه. صعب. الناس ذنبها ايه؟ لا والله، بس هو فكره انه الصبر، يعني فكره ان الناس تصبر. شوف حضرتك الناس بقالها قد ايه كل شويه نقول لهم اللي جاي احسن ونقول الكلام ده، ان انت تقنع جمهور ان اصبر لك 3 4 سنين بقى، هو ده المهم. عارفه الجمهور هيقتنع امتى؟ لما يحس الناس ان الناس بتشتغل بجد، لما يحس ان المنظومه دي فيها علم، فيها تطوير حقيقي، لما يحس ان في عدل ما بين كل الانديه. لعيب الاهلي او لعيب الزمالك لما يغلط لا يتعاقب زيه بالظبط لعيب قسم المحله او لعيب الاتحاد او لعيب طلائع الجيش او اي لعيب. بس عارفه بقى ده ما بيحصلش. يوم ده يحصل يبقى احنا بنوصل، بنحط رجلينا على الطريق الصحيح بجد. يعني حاجات كثيره جدا محتاجينها، لكن للاسف احنا كنت بسمع حضرتك على الراديو كمان يعني، وتهكم حضرتك على قصه مشروع الالف محترف وخلافه. يعني بالفعل احنا ما بنشوفش المحترفين اللي بالشكل الكثيف، او مثلا زي كره القدم الافريقيه اللي اصبح عندهم عدد كبير جدا من المحترفين، وده اصبح اساس البلاد دي في يعني الاحتراف. هاي كلامك ده جميل جدا. انا عايز اقول بس سؤال لاتحاد الكوره، مش ده كمان بس اللي قبليه، لان على فكره دي مساله اتحاد الكوره. منتخب الجزائر المحليين في اسمه، في منتخب اول، في منتخب محليين، وفي منتخب اولمبي. هو المنتخب المحليين ده عمال يلعب ماتشات دوليه في الفيفا ديت، هم بيستعدوا لايه؟ بيستعدوا عشان يروحوا للمنتخب الاول. صح. اللي يشوف المشروع بتاع الكره الجزائريه يفهم ان الناس دي بتشتغل بجد. واحنا عمالين نتاوب، طب احنا ما عندناش منتخب محليين ليه؟ وبنعمل له ماتشات دوليه ليه؟ عشان الانديه ولا عشان ايه بالظبط؟ وقت التوقف ده ليه ما بنلعبش؟ ليه ما عملناش منتخب محليين؟ بالفعل هو لا. يعني زي ما حضرتك قلت يا استاذ حسن، الكلام مع حضرتك محتاج حلقات كتيره جدا، ولكن طبعا يعني لضيق الوقت بنأسف يعني ان احنا نكون وصلنا طبعاً مع حضرتك للخلاصه ان شاء الله القادرين بها ان احنا نصلح يعني امال كره القدم المصريه من اجل سعاده الجماهير العاشقه بالفعل للعبه الشعبيه الاولى داخل جمهوريه مصر العربيه. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا ولكره القدم في مصر باذن الله. كان معنا في هذه الفقره الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، وبعض يعني الافكار عن كره القدم المصريه وكيفيه الاصلاح فيها. نطلع لفاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل نواصل فقراتنا. ابقوا دايما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.